وكالة سانا التابعة للنظام تعلن تعرض مطار الضبع العسكري لقصف صاروخي، وتقول إن الدفاعات الجوية تصدت القصف، والبنتاغون ينفي مشاركة الولايات المتحدة أو قوات التحالف باستهداف المطار. المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصو يقول إن وفدا من الولايات المتحدة الأمريكية يجري مشاورات في العاصمة التركية أنقرة بخصوص مدينة منبج بريف حلب الشرقي الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. الثوار يلقون القبض على نحو 39 عنصرا من تنظيم الدولة في بلدة المليحة الشرقية ومحيط قرية جبيب بريف درعا أثناء محاولتهم التسلل إلى المناطق المحررة في المحافظة. الثوار يصدون محاولة قوات النظام وميليشياتها التقدم على جبهة اللطامنة في ريف حماة الشمالي، ويعلنون مقتل وجرح العديد من عناصرها إثر اشتباكات جرت في المنطقة. قوات سوريا الديمقراطية تعلن اعتقال مجموعة من عناصر تنظيم الدولة في ريف دير الزور، بينهم قيادي بارز في التنظيم فرنسي الجنسية. مجهولون يغتالون 6 عناصر من فيلق الشام أثناء رباطهم في إحدى النقاط المتاخمة لمواقع قوات النظام جنوب قرية حصرايا بريف حماة الشمالي.